فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على استعدادات الانديه التونسيه لعوده البطوله. البارح كانت عوده نادي مستقبل سليمان للتحضيرات استعدادا للموسم الجديد مع الكوتش قديم جديد نتاعو الشيكر مفتاح الموجود معنا بالتليفون. كوتش اهلا بيك. مرحبا بك ومرحبا بكافه المستمعين. شنو الامور؟ شنو احوالك؟ الحمد لله الحمد لله. انا ان شاء الله بدينا وربي ان شاء الله يحفظنا ويحفظ تونس ان شاء الله. فما تبحيره في سليمان ولا ما زلت؟ والله سمعت تبحيره ربي سهل وبر ربي سهل. الساعه بحذاك البحر غادي خطوه في بحذا استاد بحذانا ما ملتزمين انا بيرسونيل مون الحق معناتها اللي رجعت معناتها الجائحه نتاع وضربت شويه قوه في تونس وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس كل. والحق بصراحة ساقي ثقلت شوية على البحر رغم اللي يعني من المغرومين برشا بالبحر. باهي خلينا نحكيو شوية على بطبيعة على الكرة سي شاكر. قبل ما نحكيو على العودة نتاع البارح خلينا نحكيو ساعة كيف جات العودة نتاعك أنت للفريق؟ ولا العودة بصراحة راهو معناتها جات عندها مدة تقريبا من آخر مباراة خذتها مع ترجي جرجيس نتاع معناتها في البراج. ضد حمام سوسة ما كان اتصل بي رئيس النادي قال لي إذا فما عروض وثم حاجة ما تفوتنيش معناتها نحكيه قبل. قلت له كيف العلاقة أنا اللي تربطني بمستقبل سليمان معناتها السنوات اللي عديتهم في مستقبل سليمان والنجم نقول النجاحات وقت اللي كملت الموسم من ترجي جرجيس وبدأت فما شوية عروض كلمت الرئيس قعدنا تقابلنا أنا وسي وليد جلاد وصار الاتفاق باش نجددوا التجربه مع بعضنا بحول الله. التجربه الاولى سي شيكا رغم نجاحها ما فهمناش علاش تقصت. والله هو شوف تقصت مالونتوندو صغير ما بيني وبين الرئيس تلما احنا نتعاملوا مع بعضنا برشا وبما برشا كوميونيكاسيون كل شيء نحكيوه معناتها افيك توت ترانسبارونس. جات بالضبط في المدة هذيك أنا صارت حاجة معناتها ما عجبتنيش ما في عوض معناتها تصير المواجهة معناتها ديركتومون مع رئيس النادي لمت وخذيت في خاطري على مع طريق ناس أخرين ويمكن هذيك اللي ما حبذاش معناتها الرئيس وهو خذا في خاطره وأنا خذيت في خاطري سوء تفاهم في لمان وكهو معناتها ما صارتش حاجة كبيرة ياسر. حكيتوا فيه تجاوزتوه اليوم؟ ولا حكينا فيه ما ترجعنا ما نتحطينا لي بوان سير لي زي ومعناتها وسيرتو سا معناتها وضحنا كنا راي العمليه وقتها صارت ما كانتش ثم كومينيكاسيون مباشره كانت ثم على طريق معناتها ناس وقت اللي هي حقها معناتها تصير مباشره وخاطر اي حاجه معناتها خلاف كي نحكيو فيه مباشره نجمو نفضو. صحيح. بارسا ما ثم شيء وحتى كي مشيت قعدت علاقتي معناتها موجوده وقعدنا باتصال راهو سواء برئيس النادي سواء بقيت معناتها اعضاء الهيئه المديره ما تبدل شيء معناتها. شنو رايك فريق بعد ما خليته عامله؟ والله ما شاء الله معناتها انا بصراحه نتفرج في مستقبل سليمان ونشوف النتائج ما خبيش عليك من سيره تغيظ واحد ما كومان معناتها يقول كنت النجم نكون انا غد تحس خدمتك عندك بصمه فيها تحس خدمتك ومن ناحيه ثانيه فرحان اللي قلت ولا معناتها اللي شوا اللي عملتهم فك الملاعبيه هذيكم ما خابوش الستيل دو جو اللي حطيناه والاستراتيجيه اللي حطيناها ما خبناش فيها كمان معناتها صافي بليزير صحيح معناتها من ناحيه تحز في نفسي لكن زاد كنت فرحان برشا للفريق معناتها لاني يعني كل احترام وفرحان برشا للعمل اللي قمنا به وريت النتيجه نتاعه وقاعده معناتها ماشيه فوق الميدان. باهي نحكيو البارح كيفاش كانت العوده للتمارين؟ والله هو معناتها رجعنا راهو في شهر جوان على اساس كانت البطوله باش تبدا معناتها في اوت عملنا اسبوعين من بعد وقت اللي صارت تطورات اخرى وفما تاخير نتاع البطوله قصينا رجعنا امس على اساس برنامج كامل للتحضيرات معناتها يبدا من يوم امس 27 جويلية حتى ال 25 سبتمبر اللي موعد انطلاق البطوله وان شاء الله معناتها يصير الموعد هذا في وقته. دونك رجعت المجموعه تقريبا 90% 90% موجودين
مجموعة منا ما هيش جديدة عليها معتها من المجموعة هي بيدها، فما 80% تدربوا عندي معتها وخدموا معايا، ما كانتش معناتها ما حسيتش بروحي داخل في جمعية جديدة في نادي جديد باش نكتشف الأجواء باش نكتشف اللاعبين باش لا لا، حسيت اللي أنا كأني معناتها الموسم اللي فات موجود في سليمان معناتها بكل أريحية مع المسؤولين كيف كيف علاقتنا ما فيهاش معناتها من غير جواندوات نعرفوا بعضنا مليح. مش رتال شوية سي شاكر تقريبا أغلب الفرق رجعت، البطولة تبدأ نهار 25 احنا بينا 27 معناتها شهرين باهي صحيح. وي سيمان سي لارجمون سي فيزون. هو هو نورمالمون علميا بين 6 و 8 جمعات هكا، بين 6 و 8 احنا موجودين في 8. فهمتك باهي. حكيت على قلت 90% من الملاعبيه خرجوا، لكن ممكن 10% الاخرين ملاعبيه مهمين اساسيين، كي نحكي على اسامه بن عياد، رشاد العرفاوي، المصراتي كيف كيف، شكون اخر؟ محمد ابن حموله نجم يخرج كيف كيف. لا شوف نعطيك اوفيسيالمون اللي خرجوا، ايمن محمود، حمزه لطيفي، اسامه بن عياد، ورشاد العرفاوي. هذوما اوفيسيالمون خرجوا. اي فما مصراتي وبن حموده كانوا برين وهم يرجعوا جمعياتهم ولا ما زلتوا؟ لا معناتها فما اتفاق مع جمعياتهم على اساس باش يواصلوا مع مستقبل سليمان. الاولويه المستقبل سليمان، وهذا اللي ماشيين فيه تقريبا مع معناتها محمد علي ولا يوسف ان شاء الله موجودين معنا معناتها مع الجروب. باهي، فباش تكون فما انتدابات ولا ما زلتوا؟ شوف بالنسبه لل يمكن من الحاجات اللي شجعت رئيس النادي باش يعاود التجربه معناتها ونرجع لسليمان، لانه الفريق هذاك حطيناه مع بعضنا من ليغ 3 اي صحيح. في ليغ 2 كيف كيف عملنا انتدابات، الانتدابات كانت الناس تقول فما ملاعبيه نتاع بي وملاعبيه نتاع بي، احنا ما مشيناش في الاتجاه هذاك، خذينا ملاعبيه من ليغ 3 كيما اسامه بن عياد، كيما الياس البريني، كيما تريكي، كيما حمزه لطيفي، هذوما خذيناهم من ليغ 3 لعبنا بهم في البي ولا عندهم اسم ولا وطلعوا للأ. السنة كيف فما ناس خارجة، فما توا 4 ملاعبية ومن ركائز الفريق بصراحة معناتها اللي خارجوا باش يصير تعويضهم. هنا ندخلوا في الانتدابات باش تكون موجهة أول شيء معناتها في تعويض المراكز هذه، ثم باش تكون موجهة حسب إمكانيات النادي وخصوصياته. منين ملاعبية ماهمش مكلفين ماديا، ملاعبية باش يكونوا في نفس المستوى على الماديا معناتها على مستوى الرواتب واللي بريم دو روندمون كيما صحابهم، باش تبدا الفيستير نتاعنا ديما نظيفه، وملاعبيه اللي عندهم طموح خاصه يحبوا يبرزوا في القسم الوطني، بعدنا على اللاعبين نتاع القسم الوطني والناس عندها اسامي وتسيتيرا. الى حد الان فما في راس غوما في معناتها انتدبناه مستقبل قادس اناكسيا وحازم بارك انجور دو كلوار من قوافل قف. ملاعبين معناتها عندهم مهارات لاباس بها، هنا مستقبل سليمان تعطي فرصه للناس باش تبرز. ولا تفضل خويا هاي الناسيونال اللي انت ما لعبتش فيها ونعطيك فرصه وتعطيني امكانياتك. كيف على الويل خرج ولا مازال؟ لا 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 قلت لك اوفيسيالمون الاربعه هذوك ما خرج حد. فرغت انا عاد انت باهي. المراكز باش تكون حاجتكم بها شنو هي بالضبط؟ يعني قلت لك توا عندنا بن ايمن بن محمود وحمزه لطيفي في لاكس سنترال، عوضنا لاكس وزامه بن عياد ستان دومي ورشاد العرفاوي دومين دو كلوار. مزلنا عندنا فما عبينا فرقه زاد ما ننسوش اللي هما نجموا نعوضوا بهم الناس اللي خرجت، فما بخلاف الاولاد هذوما قلت لك فراس غوما وحازم مبارك، فما اتفاق مع زوز لاعبين فرقه ان شاء الله معناتها في القريب العاجل يكونوا موجودين. وثم لاعبين شبان زاد كيف باش يزيد زوز ملاعبيه معناتها شبان ان شاء الله معناتها باش يصير انتدابهم معناتها في القريب العاجل هما موجودين معنا. شبان من الجمعيات الكبار معناها هكا تاخذوا؟ لا من الجمعيات الكبار مازلنا ما خاطر باش تسالك على السياسه نتاع انتدابات ديما في سليمان من الجمعيات الكبار يمشيوا بري، والا كما قلت انت من ليغ 2 ملاعبيه يحبوا يفرجوا لا لا تكملوا فيها معناها لاعبين شبان من جمعيات صغيره. صغيره معناتها كوا في الانتماء نتاعها ماهمش الناسيونال. اون اتوندون ينجم معناتها موجود طبعا بالنسبه علاقه الترجي بمستقبل سليمان والتجربه عطات كانوا وقت اللي فما ملاعبيه اللي نستحقوهم في سليمان
واللي هما يمكن يكونوا خارجين عن معناتها زايدين عن النصاب في الترجي. التجربة عطات كونه كل لاعب يجي من الترجي يدخل مستقبل سليمان إلا والأداء متاعه معناتها يتحسن ويرجع في بالي أخرى ويرجع كيما بن حميدة وكيما أيمن محمود وكيما معناتها برشا لاعبين. صحيح. مقابلة الودية برمجت ولا مازلت؟ معناتها التحضيرات كاملة فتقريبا 9 مباريات ودية. 9 مقابلات واضح. يعطيك صح، شكرا لك سي شاكر. خويا مرحبا بكم وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس الكل من كل سوء وان شاء الله معناتها موسم رياضي مبارك على الناس الكل. امين يعطيك صحة، شكرا لك. شاكر مفتاح مدرب مستقبل سليمان، كنا حكينا على العودة للتحضيرات للفريق يوم امس كيف عودته هو، حاجية الفريق من الانتدابات للملاعبين المغادرين، اكيد كل هذا كان حكي فيه شاكر مفتاح مدرب مستقبل سليمان. مزيكا ثم الاخبار ومكملين في فير بلاي حتى للخمس.